رجل يتعرض للخيانه من قبل زوجته. ابعد اول شيء اريد افهم ايش قد استمرت علاقتكم الزوجيه، وهل كان مبدا الثقه بدايه سائد بيناتكم وبعدين تحولت الامور الى شك؟ حدثني. السلام عليكم. علاقتي الزوجيه كان امدها 10 سنوات. نعم، شويه صوتك اعلى ابو عبد حتى يوصلنا. كانت 10 سنوات علاقتي الزوجيه بزوجتي. نعم. والحمد لله كنا عايشين ويعني عيشه طبيعيه اعتياديه. بعد بالسنه العاشره يعني هي اللي صار بها الطلاق. اروح للدوام وارجع. يعني طبعا شفت تاثير كبير للموبايل ولمقارنه الحياه الزوجيه بما يعرض بالمسلسلات، خاصه المسلسلات التركيه المدبلجه. اللي تصور الحياه الزوجيه عباره عن جنه، ويعني الحياه الزوجيه عباره عن تفاهم ومحبه الرجل، يعني تكون اختلاف، يعني تختلف يعني المشاعر بها، يكون الاهتمام الاعتناء بالعائله. كان اكو ثقة متبادلة في هاي العشر سنوات بيناتكم؟ يعني بالنسبة لي كانت منطي الثقة لزوجتي طبعا اكيد. بس من نقول ثقة متبادلة لا، لانه بس رب العالمين يعلم اللي بالنفوس. الحمد لله عمري ما مشيت بطريق اعوج ولا بطريق الحرام الحمد لله. طيب. الى ان بعد فترة كنت ارجع من الدوام، فلاحظت اكو اشياء غريبة يعني صارت ببيتي. اشياء غريبة يعني تصرفات من الزوجة، او يعني مثلا طريقة لبس، يعني عذرا يعني ما اقدر احكيها كلها. نعم. يعني الموضوع شوي هو مؤلم يعني بشكل يعني. احنا متعاطفين وياك طبعا. الموضوع مو سهل واللي دا تتحدث به. احنا نشكرك انه انت كنت وياه يعني حتى تكون عبرة للناس طبعا. انا ممنون. تفضل. جت بعض الافكار ببالي خلال الفترة الأخيرة، يعني خلال خلي أقول يعني شهر، شوية أكثر من شهر، أقل من شهر ما أتذكر، يعني شوية الجهد اللي بدماغي يعني نساني الفترة بالضبط. نعم. فكنت أبعد الشكوك عن نفسي، أقول ما معقولة يعني أنه يصير عندي هيك شيء. يعني أنا هاي زوجتي وصاينتني والحمد لله علاقتنا مبنية على الود والتفاهم. بعد فترة يعني رب العالمين سخر لي ابني انه يذكر لي فد شغله صارت. فبوقتها انا يعني انفعلت، يعني هو المفروض انا يعني الزم نفسي بليلتها. لا، انا انفعلت فتم هروب الزوجه من داري. نفس اليوم؟ نفس اليوم وبحضور احد الشهود اللي هو اخويا. طيب احنا ما نريدك تحكي لنا التفاصيل، بس نعم. شنو اللي سمعته من ابنك بالطريقه اللي انت تشوف اللي تقدر ترويها يعني؟ اللي سمعت يعني سمعت انه لها اتصالات اثناء عدم وجودي بالبيت، فتح الكاميرا والفيديو والقيام بحركات يعني رقص او غيرها، ومنعته انه يكون هذا الشيء. فحتى يعني قال لي بعدين ابني، قال لي بابا هددتني، قال لي هددتني يعني هددتني بيك الي والابني، مهددتني يعني وجه لوجه وياه. بعد فتره اكتشفت، بعد مرور تقريبا اسبوعين اكتشفت الجهاز، رجعت للبيت واني محطم منهار طبعا، يعني ما قدرت بعد ادخل للبيت لانه الشخص اللي تمت الخيانه معه هو قريب عني جدا يعني. قريب عني يعني محل سكنه. طيب بس سؤال هنا، انت خلال الاسبوعين هذه ما فاتحتها ما سالتها؟ لا، لانه باوعد قلت احتمال، قلت هو اكيد اكو بالموضوع شيء، لانه طالبتها بالموبايل بما انه ما انطتني اياه يعني، فعرفت يعني انه من هروبها، قلت هذا هو يعني انا يعني بين الموضوع. فيعني بعد مرور اسبوعين بهاي الفتره انا ما فاتحت لانه ما قدرت بعد يعني اتصل وياهم. بعد هالاسبوعين اكتشفت الموبايل، فتحت البرامج اللي موجوده بي، يعني نزلت البرامج لانه كان الجهاز مال ابني، فقلت خلي اشوف، نصبت برامج الاتصال فلقيت محادثات وصور، يعني صور يعني الحمد لله صور يعني ما تنوصف. كانت هي مرسلتها يعني؟ كانت هي مرسلتها، وهو بيناتهم صور، واحد يرسل للآخر،
والكلام اللي بيناتهم أنا ما كنت أقدر أقوله وياها ولا كنت أتلفظ هيك عبارات. وأكثر من مرة يعني من شفت المحادثة يدل على وقوع الفاحشة، مو بس مجرد اتصالات، وقوع الفاحشة لعدة مرات تقريبا 3 مرات إلى أكثر يعني. كان عندك معلومة أنك وين كان هذا الموضوع يصير؟ يعني في بيتك أقصد أو في غير مكان يعني؟ ما أعرف بيتي أو بيت الشخص هو نفسه. وأكو مواعيد همينة يعني مستقبلية على 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 مكان يعني مكان أعرفه كل زين هو وين؟ يعني أحد الأماكن السياحية. يعني لأنه كان دوامي أنا يعني خفارات. نعم. طيب هنا أنت تصرفت إجراء قانوني، أخذت هذه المراسلات إلى محكمة، أكو كان هنالك دعوة قضائية؟ ما قمت دعوة، قلت احتراماً للعشر سنوات اللي قضيتها، احتراماً لمعون التمن والمرق اللي كانت تسوي لي، اللي كانت أبوس إيدها من تسوي لي، هذا ما أحكي مبالغة، لا هذا يعني كلامي. احتراما لقلاص المي اللي كان بيناتنا، ما قمت هذا الشيء، احتراما لابني. طيب قلت باشر عقبه هاي سمعه لابني، سمعه احتراما وتقديرا لامها والابوها. ردت هذا التواصل انه يكون وياهم، لكنهم دزوا خبر بانه لا يريد نشوفه ولا يريد يتصل بينا ولا ابد. ابو عبد كمل لنا القصه، بعد ما انت هذه الثلاث اسابيع او الاسبوعين وهي في بيت اهلها، شنو الاجراء اللي صرفته انت؟ شنو الطريقه اللي تحركت بها؟ فكرت تنتقم؟ تحركت قلت ما تحركنا قانوني؟ يعني صار دخلتوا ناس لحل القصه لو شلون؟ حقيقه اني ردت يعني قلت انه اريد استر عليها لانه ابني، وباشر عقبه ما بعد شفت انه يعني احنا كلنا بشر كلنا نروح، ف يعني قلت هي اللي راح تقال لابني. طيب من هذا الموضوع قلت خلي الموضوع مستور. بعد ما وصلها الخبر عن طريق احد الاطراف بانه يابا انت ترى اللعبه مالتك انكشفت يعني، فظل قامت بدات توسل ودخلت بحاله من الانهيار. انا بنفس الوقت قمت اخاف عليها لا تنقتل، قلت يعني راح تدخل بمساله غسل عار من طريق عن طريق اهلها اخوها او يعني اخوتها او اقربائها. لكن هذا الموضوع يعني شوية كنت أشوفه يعني كنت أشوفه مرعب بالنسبة لي يعني. أم ابنك إيش مكان؟ طيب أهلها تدخلوا حلوا القصة وياك؟ أهلها وصلت خبر لأمها، أمها يعني كذبت هذا الموضوع وقالت أنه هذا فبركة. زين هل من المعقول أنه رجل يسوي فبركة على زوجته اللي هي عرضة وشرفه؟ هذا الشيء مستحيل. بهاي الفترة استغلت مماطلة وياي، اسلوب المماطلة انه راح اتنازل راح تقام دعوة. هي اعترفت لك ها؟ هي اعترفت لك بها؟ اعترفت لي وقالت طلع يعني الاعتراف يعني دون ذكر التفاصيل، اعتراف واضح وصريح. بعد مضي اكثر من 3 اشهر تقريبا 5 اشهر تفاجأت بوجود بإبلاغي ب4 دعاوي بالمحكمة علي. نعم. وقتها بدأ الموضوع من عندها يكون أنه أنا كل شيء ماكو عندي. بعد 4 أشهر يعني بعد ما عبرت المدة القانونية اللي كان ممكن أنت تشتكي بها واللي هي 3 أشهر. نعم بالضبط. طيب. تفاجأت بهذا الموضوع. فيعني وقتها رحنا دخلنا على القاضي. شنو الدعاوي؟ شنو كان مطلوب الـ4 دعاوي؟ نفقة وتفريق للخلاف وحضانة وأثاث. طيب من دخلنا على القاضي، القاضي قال لي يعني بدأ قلت لأنه يضربني يقتلني يسبني من هذا الحكي. أنا صراحة هذا الموضوع يعني تفاجئت، قلت له سيادة القاضي، قال لي هسه أعطيك مجال، أعطاني مجال والله. فقلت له هذا الموضوع كله ما موجود. قلت له استاذ مشاكل بيناتنا، فهو قال المشاكل موجوده بكل بيت. طيب قلت له استاذ ماكو مشاكل، ما فد شيء طبيعي يعني، هذا ماكو بيت ما بي مشاكل بس ما ترتقي الى مستوى انه يكون تفريق بيناتنا. قلت له الموضوع يختلف غير شيء، فطلب انه تكون الجلسه سريه. فقال لي اذكر لي. قلت له سياده القاضي لقيت
بعد انه انهزمت من البيت تاريخ كذا ساعة كذا بالليل وقت متأخر بالليل اكتشفت هذا الموضوع. قال لي ايش كان مكتوب بالمحادثات؟ قلت له والله ما اقدر احكي لك لانه موجودة محاميتها وموجودة الكاتبة مالت القاضي. قلت له يعني ايش احكي لك؟ قلت له يعني الكلام ما اقدر انطقه يعني استحيت صراحة يعني انه الفظ العبارات اللي موجودة بيناتهم. فقلت له ذكرت له بس شغلة واحدة تدل على وقوع هذا الموضوع بيناتهم. قال كافي ماشي هذا هو. صراحة بديت أرفق المحادثات اللي عندي والصور اللي موجودة والشهادات موجودة همين مال الشهود نفسهم وأطلب من القاضي أقول له أعطيني بس أريد ورقة من المحكمة يعني أنه أجيب الجهاز بالاستعلامات موجود حتى يعني خاف هاي أوراق. فلا أكو جهاز موجود عندي. القاضي ولا يهتم لهذا الموضوع. بدأت الدافع بدأ الدفاع الاعتيادي الدفاع اللي هو روتيني أصلا يعني خلافات أو حالنا للباحث الاجتماعي هم من نفس الحالة خلافات بس مجرد هيك شيء. الباحث الاجتماعي حشيت له القصة أيضا؟ حشيت له القصة فكتب بالتقرير مالته أنه يعني بعدها شفت التقرير أنه يعني الزوج يدعي بوجود خيانة يدعي وكتب أنه الخلاف موجود. بكل جلسة أقدم وأقول للقاضي عندي المزيد عندي أكثر عندي الجهاز موجود. القاضي ولا يهتم ولا كأنه أنا بدي أحكي وياه. شنو السبب يعني أنت برأيك؟ ما أعرف أنا شفت تأثير بالمحكمة يعني كأنما يعني أكو يعني أكو تفاهم قوي يصير بين المحامية والقاضي. أكو يعني أكو خواطر يعني تصير بهذا الموضوع.